تجي تلحق وتسمع معنا الكلام اللي قاعدين نتكلم فيه ده. بعد ذاك الفيديو موجود وقاعد. شباب تحياتي لكم كلكم. انتوا كلكم شفتوا الفترة الأخيرة الاستفزازات وإهانات الحاصلة من شنو؟ من قبل شنو؟ مجموعة عربية قاعدة في حتة معينة حتة اسمها كولي. شباب كده نثبت حاجة ونمشي لقدام. الناس السلام، تحياتنا لكم كلكم، كلنا مع السلام. الحتة دي يا جماعة قلنا فيها رأينا بالوضوء. سلام سمع. ما معناته خلاص مشكلة مشكلتين نجي نقول انتوا قلتوا كده، لا لا، الكلام ده كده خلونا نمشي منه شوية. شباب شوفوا في حاجة، داير نثبت حاجة ونمشي لقدام، داير نثبت نقطة أولية ونبدأ نتكلم. في ناس بيقولوا ديل، في ناس بيهربوا من الواقع، ناس بيهربوا من الحقيقة الحاصلة، في ناس بيهربوا من الوقاية عشان خوف، عشان شنو، عشان حاجات بتاع بيتبلوا الأشياء وبيحاولوا بيلحنوا الأشياء، بيحاولوا بيلحنوا الكلام، بيحاولوا بيعملوا ديكور للشيء الحاصل. لا يا جماعة، أنا هنا لا نعمل ديكور ولا في زول يعمل لنا ديكور. انت يا زول لو تخاف، انت لو تخاف ما تقدر تطلع تقول الحقيقه هنا في الشاشه، خد تلفونك ورا هناك، خد تلفونك ورا هناك وامشي شاهد اللايف ده مع اخواتك هناك. انت لو تخاف ما تجي يا زول، ما تجي تطلس الناس. ما اعرف ليه ده الميليشيا، ميليشيا ديل ما عندهم قبيله، ما عندهم شنو، ميليشيا ديل ما بينتموا لاي قبيله. كلام الفارغ اللي قاعد يتقال ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. واحدين ما منهم فيها لايفاتية، مطبلاتية، نشطاء، سمين نامت ودبرت، بيجوا يسموا كلام فارغ للناس. دي الميليشيات في دارفور، ميليشيا دي ما عندهم اي قبيلة، نازل عندهم قبيلة، ناس القاعدين بيرتكبوا جرائم وقاعدين بيقتلوا الناس وبيختصبوا اخواتنا، عندهم قبيلة وبعدين بيرتكبوا الاشياء ده باسم قبيلة، باسم قبيلة معينة، باسم مجموعة معينة، باسم اثنية معينة. الناس اللي قاعدين بيرتكبوا الكلام ده باسم معين. ما تجي تتلس الناس. انت لو تخاف ما تجي تتكلم يا زول. انت لو تخاف ما تجي تعمل لي فيها سياسي، وما تجي تعمل لي فيها مثقف، وما تجي تعمل لي فيها زول فيلسوفي. نو وي نوت نيد، احنا ما محتاجين للكلام ده. الناس اللي بيرتكبوا جرائم، الناس اللي بيرتكبوا جرائم في دارفور في الوقت الحالي وفي هسي ده، نازل عندهم اسم معين، وعندهم جروب معين، وعندهم مجموعه معينه. ناس القاعدين بيرتكبوا الجرائم ده باسم قبيلة معينة، باسم مجموعة معينة، باسم مجموعة عربية، مجموعات عربية معينة. يا زول نكون واضحين. أنا والله شوفوا، أنا والله ما بطلسكم ولا بديكم كلام جميل ولا بتكلم لكم كلام دبلوماسي. الكلام ده ما بيجيب حقه، قلنا لكم زمان الكلام الدبلوماسي ده ما بيجيب حقه. ديل ناس قاعدين بيقتلوا الناس وبيقتصبوا ناس باسم القروبة، ده القاعدين بيقتلوا الناس وبيغتصبوا الناس باسم الغروبة. انتوا لازم تعرفوا الكلام ده. اي زول يجي يقول لي ده الميليشيات في دارفور ما عندهم قبيلة، انت يا زول اقعد ورا هناك. You have to sit in bad seat. اقعد ورا هناك يا زول، ما تجي تكابس تتكلم هنا. ده القاعدين بيرتكبوا ناس باسم الغروبة. ده شغل بتاع ده شغل بتاع شنو؟ ده شغل بتاع التجمع العربي وقايمينه ناس همتي واخوه. ما يقول لكم ده الناس بريئين من الشيء اللي حصل ده، ونحن نجي بالتفاصيل. شوفوا يا شباب، ما ممكن في ظل السلام بيحصل بتحصل الاهانات اللي حصلت دي. ديل ناس قاعدين في حته اسمها كولجا، سموا نفسهم قبائل شطيه، عرب شطيه، ويا زول لا عرب شطيه ولا عرب فلفليه. يعني احنا لا نعرف شطه ولا نعرف فلفل. وقسما بالله من يتأدى علينا، الزول اللي بيتأدى على أرادينه وبيتأدى على اخواتنا وبيتأدى بيقتل اخواننا، زول يا زول شوفوا ما في كلام بندسه، ما في شيء بندسه. والله نسلم والله نسلم الوطن نظيف. وبعد اليوم لازم كلكم تعملوا معسكرات للتنجيد وتمشوا تخشوا في معسكرات. اي زول كلكم لازم تتجندوا، كلكم تتجندوا. واي زول اي زول فيكم لازم يكون قدر حمايه نفسه. بعد اليوم لازم تكونوا قدر الشيء اللي بيحصل ده. ما ممكن الفوضى الحاصله دي هسي، ما ممكن. ناس اغتصبوا اخواتنا، قتلوا اثنين اخواتنا وما اعرف ليك، واخوانهم قاعدين اخواتهم في الحركات المسلمه، في الحركات المسلحه، ملتزمين بشنو؟ ملتزمين ببندي بتاع شنو؟ بندي بتاع ترتيبات الامنيه. ناس اللي التزموا ببندي ترتيبات الامنيه، لكن في واحدين زول تلقاه لابس له ابتكه ولابس له جلابيه، بيمشي بيشيل سلاح بيقتل الزول، بيمشي بيقتل زول وبيفتكر انه هو الراجل، ما في ارجل منه في دارفور. اوي في ارجل منك، في ارجل منك، وفي ارجل من حبه وتحببت الزات. شوف انا هنا مثاليه، وهو الكلام المثالي والجميل زي ما نتكلم لكم هنا. انتوا لو دارين تسمعوا لزول سياسي بيتكلم بيربط له كريفيتشا،
زول سياسي بيرقد لك ريفيتو ويجي بيتكلم لكم هنا نحن ونعتقد اننا وهذه الدوله وهذه الاشياء وتا امشوا ما تجوا هنا ده امشوا شوف لكم زول سياسي زول بيلبس كريفيتو وخدت له تليفون كبير بيتكلم امشوا استمعوا له احنا ما نقول لكم كلام سياسي هنا نقول لكم الكلام المفترض يتقال نقول لكم الكلام المفترض يتقال الكلام السياسي ده ما كلام كله تطليس وطلس واوهام وفوضى ما كده ده ما بودينا لقدام الشيء اللي بيحصل ده بعدك ناس اخوانهم ديل ماشيين ما ينهزوا ناس الحركات المسلحه ما ينهزوا لاي جهه ما ينهزوا لجهه ذاك ولا جهه دي ناس ديل قالوا يا اخي ان احنا قالوا يا اخي ان احنا نمشي ان احنا نمشي كناس وسطيين نمشي نحدي الامور نمشي نحدي الامور ناس ماشيين تحجموا الناس الماشيين ناس ماشيين يحميكم اي ناس ماشيين حمايه لكم وللطرف الثاني ناس ماشيين حمايه لكم وللطرف الثاني تحجموهم تعملوا لهم كمين في التاريخ تعملوا لهم كمين كمين زي كمين تعملوا لهم كمين وانتم مغفلين يا شطيه ولا فلفليه ولا بطيخيه انتم مغفلين تجروا عربات تودوهم في قريه هناك جنب المارش شجيرات كده والركوبه ودنيا خضار وجمال ونساوين تزغرتا تودوا هناك تجروا العربات وتقولوا يا اخي ان احنا نازل جونا هنا هزمناهم وده عرباتهم انت مغفل انت هذول كل الناس قالوا امين زيك في ناس بيهللوا في ناس بيهللوا بيفسروا الكلام في ناس قارين في ناس مثقفين في ناس فاهمين بيهللوا الامور انت زول مغفل زول راكب له دوشكا اربع خشم قدام رابط له دوشكا وراكب له عربيه مصفحه يجيك في غريه ولا يجيك في بتاع لو اصلا جايك في الحته دي يجري يخلي عربيه ولا بتاع ديل ما ناس وقعتهم في كمين وكتلتهم كله قبل ما يفهموا اي حاجه وانت درات العربات وديت القريه هناك ولا وديت القريه هي اللي انت قاعد فيها زول يجيك بدوشكا وانت شايل لك كلاشينكوف ايها المغفل انت شايل لك كلاشينكوف تفتكر الناس كلهم بلودا زيك تفتكر الناس كلهم اميين زي الجنجويد ده لا بيعرفوا لا بيفقهوا ولا يفهموا ان احنا هذول ناس قارين نفهم يا زول نفسر الامور زي الناس الزول راكب له دوشكا ديل 20 سنه خبره السلاح 20 سنه خبره الميادين 20 سنة نازل في الميادين بشكله 20 سنة خبرة انت يا زول شايل لك كلاشينكوف وقاعد ليه في قرية ولا قاعد ليه في القطية زول يجي يخلي لك عربية ويمشي يخلي لك عربية فوق دوشكا دوشكا مود الطيران وما عارف عربية تانية مصفحة وكده زول يجي يخلي لك الحاجات ده ويمشي انتوا قالين نازل انتوا قالين النازل اخبياء زيكم كلهم انتوا قالين كل النازل اخبياء زيكم كده في ناس بيفهموا في ناس بيهللوا وبيفسروا في ناس بيجوا بيعرفوا مجريات الامور في ناس بيفهموا فاذا دي فوضى لو اصلا الناس جايينك لو اصلا الناس جوك وايه جايينك هناك لو في منطقتك في الحته اللي انت قاعد فيها والله ما والله 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 يسلمونا نظيف انت تتكلموا ساكت يا زول ل 200 نقعد نسكت يا زول ل 200 نقعد نتبل ل 200 نقعد نتكلم كلام سياسي وكلام دبلوماسي ل 200 انتل 1 ها ده لو اصلا جايينك هناك عشان يهجموك ولا جايينك هجوم في الحته اللي انت قاعد فيها دي والله يسلمونا نظيف يكسهوا يمسهوا يشتهوا ما يجيبوا هاي ما يعملوا لنا إبعدان هذا كلام فارق البحث اللي هو شوفوا بعد اليوم وخصم بالله ما في أي مجامل بعد اليوم ما في أي مجامل وخصم بالله العظيم التقو البادي أسلم وشي سوتوا لتقو قدره كلام فارق فوضى خلوها والله العظيم لا شطية ولا كلام فاضي ولا بتيخ تغتصبوا اخواتنا وتقتلوا ابهاتنا وتغتصبوا امهاتنا وتقتلوا اخواننا الناس جايين حجازين الناس جايين حجازين عشان يحجزوكم عشان الناس جايين يعمل لكم حمايه تعمل لهم كمين وتقتلوهم في الشارع تقتلوهم تعمل لهم كمين جبناء كورس وتتكلموا تفرضوا غباء في الناس تفرضوا فينا الغباء بعد الحصل ده كله تيجي تفرضوا فينا الغباء وتقولوا ناس زي جونا في غريتنا وخلوا عرباتهم وجروا بالله ده الناس اللي بيجروا ده الناس اللي بيجروا انت ما سألتهم انت قائدك ده ولا شنو ايها الجنجويدي الكلب ده ما ناس اللي بيجروا يا زول ده ما ناس اللي بيجروا وشيل حصل ده قايم بوهم انت يو هاف تو نو لازم تعرفوا كلكم لازم تعرفوا الكلام ده انه شيل حصل ده قايم بوه ناس همتي واخوانه شله من القبائل العربيه اللي قاعده في دارفور فور اوف يو كلكم متفقين على مبدا التجمع العربي هذول بعد يوم دي هذول بعد اوي طرق دي مفرقه خلاص
ده طريق ده بودي فاجر وده بودي نيالة، يا تمشي فاجر يا نيالة، النص ده ما في، ما في زول بيجي في النص يا زول. لكن لازم تعرفوا الكلام ده. ما يقول لكم، ما يقول لكم ده الناس ما عندهم علاقة بهمتي ولا دعم السري. طيب انت جايب ليه كلاشات الجديدة دي من وين؟ انت جايب ليه اصلها الصغيرة دي جايبها من وين؟ انت جايب ليه اصلها الصغيرة دي من وين؟ انت جايبها من وين الاصلها الصغيرة دي؟ كلاشينكوف في دارفور كلاشينكوف ب 500,000 سوداني، ما بالقديم 500 مليون كلاش، بس كلاشينكوف واحد ده 500,000 سوداني. انت جايب ليه اصلها الجديدة دي من وين؟ انت جايب ليه سوريا من وين؟ ها لابس ليه ابتكه ولابس ليه جلابيه وشايل ليه كلاشينكوف جديده، اي كلاشينكوف جديد، شايل ليه كلاش جديد زي كلاش وشايل ليه سوريا، وانت يا زول رابط لك سلاح وما اعرف ايه زغيره وكلام فاضي، وانت تتكلم بخشم مليان. وين همتي يا كلب؟ جيب الناس اللي امس ظهروا في الفيديو ده جيبهم. انت ما قلت مواطن ممنوع؟ ده الناس مواطنين زي ما كلامك. ها ده الناس دي ما انت لو افترضنا جدلا انه ده المواطنين ده شايلين سلاح ماشيين جيبهم. انت ما قلت بزول مواطن ما يشيل سلاح يمشي؟ ليه في ناس مواطنين شايلين سلاح ماشيين؟ ده بكلامك ده، لو جينا بمفهومك ده، ده الناس لابسين ملكي شايلين سلاح، ناس لابسين ملكي موقفين دوشكات، ده الزول شايل ملكي شايل له سلاح سوريا شايل له راكب له لاند كروزر. ها دير كلهم افراد دعم السريع اهمتي يا زول، ما تجري من الكلام ده، ما تجري من الكلام ده يا زول. دير كلهم افراد دعم السريع جنجويد، دير كلهم تابين ليك. ما في زول، ما في زول في دارفورد الليله يقدر يشيل له كلاش ولا يشيل له كلاش ولا يشيل له اسلحه كبيره ويحطه في البيت ولا في الفريق. دير كلهم تابين ليك اهمتي، دير كلهم تابين ليك، دير كلهم تابين ليك. اي حاجه اسمها الدعم السريع كلهم، اي واحد فيهم امسكوهم ناس الامس دي امسكوهم وينو جيبو، اي واحد عنده النمره بتاع دعم السري كلهم متفقين بمبدا بتاع التجمع العربي في دارفور. اذا انتوا دايرين البل شو هزول؟ ما بتعرفونا بنعرفكم، انتوا قايلين في حاجه جديده، في حاجه جديده. انتوا قايل انت فرحان، ما تفرح يا زول، you have to not be happy. ما تفرح، ما تفرح بالشيء اللي حصل ده، ما تفرح. والله والله من يضحك يضحك اخيرا، من يضحك يضحك اخير. الزول البدي الزول اللي بيضحك ده يا البيت من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. والهيول الاصيله قالوا تاتي في اللفه الاخيره، خليك قدر، خليكم قدر الكلام ده. انت ثلاثه نفر ولا اربعه نفر ولا شنو؟ ما اعرف ليه شايلين كلاشينكوف وشايلين لكم، ما اعرف ليه كده قاعدين في قريه هناك. انتوا قالوا ناس شايلين دوشكات، انتوا قالوا انه كتلتم ناس المبسوطين، ما ده كبير. لكن اقوى قدروا، اقوى قدر الشيء اللي عملته ده. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. والله انا بوك يوم ده جايين نضحك لكم هنا. سلمونا نتيب يا زول، كلام فارغ، كلام فارغ. اقسم بالله جنجويد لا يفهم الا لغه السلاح. القبائل العربيه المعروفه اللي قايمه بالامور، اي زول بيقام ما يجينا هنا، ما زول ما داري يشخصوا الامور ما يجينا هنا. اي زول دايرني انا نتكلم بمثاليه، اي زول دايرني انا نتكلم بمثاليه وما اعرف مجموعات وميليشيات وقبائل وما معروفه، ده ما يجينا هنا. ده ما زولي يا زول، ده ما زولي، ما يجيني انا كلامي تاخ برا. ديل القبائل العربيه معروفه في دارفور، ديل اصحاب الحوص الاوروبي، ديل طلوا سليبنا وسليب شعب الدارفور وشعب السوداني، هيطلوا سليبكم كلكم. ده الناس عشوائيه، ارزقيه، انتهازيه، مصلحجيه، خونه، جبنه، ما يقدروا الا بورق. ما هي ما 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 في زول يجي يقول لي يا كامل يتكلم بمثاليه وما تشخص وما تجيب الاسماء، بيجيب اسماء وبيجيب جان جانك. يا الان ابو ده الخوف اللي بخليك ما تجيب الاسماء، وين نشخص المشكله دي زي الناس؟ واي زول بعد اليوم يشيل يمشي يشيل سلاح ويقعد في قريته ولا في الزراعه بتاعه، كم ده خلي الجاد ده بلو يا زول. ده شفتوا ده 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 جنجويد، ده كلهم تعبين لهم التي واخوه، ده كله ناس التجمع العربي، ده كلهم انه فكره بتاع التجمع العربي، وان عندنا اخبار وعندنا تفاصيل. قايمين جنجويد من نيجر وقايمين ما اعرف ليك من موريتانيا ومن مالي ومن وين وبتاع ولعمين. والله وقسما بالله شفتوا دوشكات الدوشكا اللي انتم مسكتوه ولا مزه اللي قتلتوا ناس في كابين وجريتوه ودتوه وقفتوه في قريتكم، والله دوشكا واحد يجيب خبركم، والله العظيم يسلمونا نظيف. انتوا قايلين في زول بيرو، انتوا قتلتوا ده المعروفين، انتوا اولاد الناس اللي كتمتون في كمين دل ما معروفين، انتوا قالوا قتلتوا ناس منو يا زول؟ انت قال قتلت ناس منو؟ انت دل ما ناس اللي بيخلوا لك دمهم، بوريك بالواضح كده كليرلي. دل ما ناس اللي يخلوا لك ناس بكره تقتل لهم اثنين ثلاثه في الكابين ويمشوا كده ويقولوا عفوا الله مع السلامه. كلام السياسي ده انا ما شغال، انا بقول لكم كلام من الميدان، انا بقول لكم كلام بيقولوه ناس الميدان هناك، الناس الماسكين الزنات. ما دل ما بيخلوا لك ناس، انت تقتل لي ثلاثه ولا اربعه عميد، تقتل لي ناس قادات كبار 20 سنه في الميدان، 20 سنه دخلوا 500 600
ماركة ما جام وجع وجع وجعدان ساي. انت تقتل ليه تغدرهم بهم تغدر بهم في ميدان وثلاث سجون نازل خلاص كده بعد مصومات وكده بتاع. لا 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 ما في دم برو ساي يا زول. انت قتلت ناس منو؟ انت قتلت ناس منو يا زول؟ انت قتلت امنا ناس منو؟ انت ما عارف، انت ما عارف نازل قتلت الناس اللي غدرت بهم ديل يا ناس منو؟ انت ما عارفهم ولا شنو؟ ديل ما نازل بخلوا لك ناس ما ديل ما 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 تقدر بهم بيجوا بتحوموا ديل ما ديل ناس اثنين والله شفت شفاته والله والله نتكلم لك كلام وي كلام فارغ جنجويد والله تتركبوا لما تعرفوا الدين ابو اهلكم. تدرين اننا هنا نتكلم لكم كلام مثالي ل 200 وده شغل همتي. وقلنا لكم الكلام ده قبل اليوم، قلنا لكم ديل القبائل العربيه العشوائيه ديل الناس الاميين الجهله ديل ما بيعرفوا لك شغل بتاع اخوان اخوان. انتوا لما كنتوا تتكلموا ديل اخواننا وكلهم من الغرب وديل بعد النكبه الجلابه دوس في جلابه جلابه قلت لك جلابه خليه يفرحوا بعد ده يا زول. هو اصلا ده بيفرهم مبروك لكم يا جلابه. الله انت يا زول تقدر تخلف لي تقدر تعمل لي شلاليات وكتل مع الجنجويد عشان 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 ضد الجلابه؟ هو انت ما في سؤال ما سالته نفسك؟ انت في سؤال ما سالت نفسك؟ 200 جلابه شالوا السلاح ما قتلوا زول في دارفور غير انه قاعدين بيقتلوا زول بالتعليمات. جلابه عمرهم ما شالوا عمرهم ما شالوا السلاح زي ما مشوا قاعدين بيقتلوكم ديل. جلابه ديل ما قاعدين بيقتلونا عبر ريموت كنترول ديل عاليات ديل ديل العشوائيه ديل هسه قاعدين بيقتلوا ناس ديل اللي بيقدروا بالناس ديل. ما جلابه قاعدين بيقتلونا عبر ديل العشوائيه ديل الخمجيه ديل يجي يقول لك سلام ان احنا اولاد دارفور كلنا. ما اولاد دارفور كلنا ايها الموريتاني الكلب ايها المالي ولا ايها النيجري ولا التشادي تشي محل محل مراكب ريدا وين يا زول. لما قلت جنجويد جنجويد الاسم همتي ده يا أيوه يا مناوي لما قلت ده زولنا وما اعرف لك وانت ما مناوي انت ما موهوم موهوم انت يا مناوي موهوم وهم كبير. قلت همتي ده زولنا ونجيب ضد الجلابه وبتاع همت الناس واولاد قتلوا لك مبارك نميري اخوك ده يا اخي. مبارك نميري من اشرس الناس في الحركه ومن اشرس من امتز الناس. جنجويد لما قتلوا جبت له همت ده جبت همت ده واقف في بيتك بتكلم كرسي ده وحصرا للجلابه. انا ثلاثه في الشاشه ده قلت كلام انا كامل ثلاثه في الشاشه ده قلت الراي قلت لك يا مناوي هوي يا مناوي هوي قلت لك همت ده ما صدق كلامه زول ده بيخدر بيك لانه جنجويد سياساتهم الغدر سياساتهم الغدر ده جنجويد ربات ما عنده دين. قلت لي انا ديال اولاد دارفور كلنا لا ما تفهم انت انت ما تفهم جنجويد ده عنده دين. جنجويد غدر بالبشير يا اخي بشير جابه من 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 دهر حمار غدر به دخل السجن. جنجويد انت دار تعمل تخالف مع جنجويد. جنجويد بيغدروا بيك ما عندهم دين ده ما عندهم دين دينهم المصلحه ما سي نوت بليف اني ثينج ايلس. انت من نوع موهوم انت من نوع موهوم. لما قتل لك مبارك نميري ده ما جنجويد قتله تجيب همتي همتي ده ما قائدهم قائدهم الكبير كبيرهم الذي علمهم سهر ده مصاهرهم الكبير ده ما زول بيتكلم يوميا مع ناس بيفهم بتاع الدين ما نافين لا زغاوه ولا فور ولا مساليد ولا تنجر اسم من القبائل الزنجيه الموجوده في دارفور بيقول لهم ديل يعبدون عباده. وده كلام الهمتي هو لمس قاله في الجنينه درت فيل بتاعه حصل امس. ده كلام الكيميتي قال لك في الجنينه هناك. انا اتفقت معاكم ما تجيبوا ناس كيميتي. تتفق مع منو؟ تتفق مع منو يا زول؟ تتفق مع منو يا نيجيري ولا موريتاني؟ تتفق مع منو يا مالي؟ ها؟ يا زول تتفق مع منو؟ كيميتي يديكم تعليمات يورور لكم في اذنينكم انتوا ذاتهم مغفلين تستاهلوا والله تستاهلوا يا يا مناوي وغيره من الشباب تستاهلوا لانكم جبناء جبناء. همتي ده ما قاعد بقوة السلاح؟ انتوا همتي ده؟ همتي ده قاعد بشنو؟ ما قاعد بقوة السلاح؟ همتي ده خطاه في الكرسي شنو؟ خطاه في كرسي اثنين شنو؟ النمرة اثنين في الدولة شنو؟ ما قاعد بقوة السلاح؟ انتوا ما عندكم سلاح؟ انتوا ما عندكم جنود؟ انتوا ما اشرس ناس؟ ما تقعدوا في كرسي نمرة اثنين ولا نمرة واحد؟ تيجي تقول لي يا منا وتقول لي انا بمبر ما لاقي؟ انا بمبر ما لاقي؟ اللي بيخليك ما تلقى بمبر شنو؟ ها؟ اللي بيخليك تقعد في بمبر شنو يا منا؟ اللي بيخليك تقعد في بمبر شنو؟ وانت انت قايل نفسك ما حكومه؟ انت ما حكومه؟ حكومه دي كيف يعني؟ حكومه دي كيف يعني؟ انت عندك 300,000 جندي قاعدين مسلحين وانت زول موقف سلام وقاعد في المناصب العليا في الدوله تيجي تقول لنا انا ما لاقي بمبر نقعد فيه؟ اللي بخلي تقعد في بمبر شنو يا زول؟ ما اقعد في كرسي مالك صغير كراسي دي ما موجوده وقاعده وكبيره انت ما اقعد فيها مالك؟ يا زول هوي دور الدهيه دي خلوها يا ابن دارفور
لا دائما 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 تلعبوا دور الدهير، دائما تلعبوا انه انتم المظلومين واغتصبوا لنا وقتلوا لنا، دائما تلعبوا انه انتم عملوا لنا وركبونا ونزلوا مننا وبركبوا فينا بكره. كلام ده فاضي يا زول. انت دوله، انت الدوله اللي بيخليك تنتظر زول شنو؟ اللي بيخليك تنتظر زول شنو؟ همتدى ينتظر زول؟ همتدى ما قاعد براه في كرسي رجله وقاعد بقوات السلاح، تقال همتدى جلابه دايرينه رادين بو ما قاعد بالرجاله بس. زول اللي قاعد بالرجاله. زول اللي قاعد بالرجاله هيقعد بالرجاله، انت ما تقعد بالرجاله. اللي بيخليك